السلام الخوت، كل هذا راكم عارفين القواعدات، كوان كيت والظلام. ما تنسوا الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وديوازينا مع جنودنا الحرار اللي في الصحراء اللي ديما كنحيوهم من هذا الكوان. تحياتي لكم الرجال، هذا مكان العشران. نبداو. انا عرفت باللي راهنا غاديين الحرب ما فيهاش، ومنها نيت ادي افضل طريقه باش يضحيو بينا. سلكتي راسك راه مزيان، ما سلكتيش راسك راه مزيانه حتى هي ليهم. الا مشاو حتى صيفطونا للخطوط الاماميه اللي غادي نحاربوا فيها الدزاير، فراه غنموتو حنا الاولين. غيتخلصوا منا بطريقه ذكيه. هاد الفكار هادي ما غتكون غير ديال اوفقير اللي طلق القرطاس على المتظاهرين في الدار البيضاء، وراه هو اللي صيفطنا لهنا. في 1 يناير 1967 ديك الصبحية الصوت كان مجهد، قلت 100% هادو جاو باش يهزونا يديونا للحرب. غيديرو السبب اننا غادي نبدلو المعسكر وغيديونا للحدود مع الجزائر. بقوة الرعب اللي كنت مرعوب، الوجع بدا كيقطع ليا في كرشي، ما قديتش هاي نركز. الصراحة ما كانش عندي حتى شي حقد من جهة الشعب الجزائري، ولكن الحقد اللي كنت حاقد جهة الحكومة. كيفاش غندير نمشي وشنو غادي نقول لهم؟ شنو نعصي الامر؟ الله حتى يخرجوا لوكور ديالي بالقرطاس. هنا يا اما تطيع الاوامر ولا تموت. داك العسكري اللي كان تعاقب في هذا الصيف، هذاك اللي دفنوه في الرمله والشمس كانت كتطنطن، مات هبيل مسكين. ربما غادي يعلنوا على الحرب في السوايع الجايه. حنا محرومين من الاذاعات ومن الجرائد، يعني ما عرفناش شنو واقع دابا في السوق. الخبيرات اللي كنا كنجيبوهم غير بفضل مره كيعيطوا لشي حد فينا باش نمشيو نغسلو فيها الطواليطات ديال الضباط، وتما كنسرقوا الخبيرات يا اما من الراديو يا اما من الجرائد اللي كتكون مليوحه في طارود الزبل. حيت الا ما درناش هكا غادي نبقاو ما عارفين والو، غادي نبقاو في دار غفلون. ما كاين غير الاشاعات والافتراضات. جمعت الباختاج ديالي وخبعت الاوراق اللي كنت كنكتب فيهم الشعر. بدات تعيط على الخوت، بداو كيعيطوا لينا في لا ليست قبل ما نطلعوا للكاميون. ما بان تما لا عقال عبابو، بانوا ليا تما شي ناس جداد عمرني شتهم، منهم واحد القبطان داير نضاضر في الشمس. واخا كانت الصبحيه كانت الدعوه مازال مظلمه. الخمسه د الصباح هادي الخوت ديمارينا في كاميوات اللي كانت مغطينها بالبيشان، ما كيبان لنا والو، ما عارفينش كاع فين غاديين. جاني النعاس بسبب الجوع والصوت ديال الكاميو. صوت الكاميو اللي كان في الاول فار على راسي، ولكن من بعد ولا بحال شي سمفونيه مكالميه كطيب لك نعاسك. واحد شويه غنحسو بالكاميونات وقفوا، غادي يغوت واحد السارجان قال لنا المراقبه. هاد اللحظه بدينا كنسمعوا واحد كيغوت وكيعرعر، فينا هو هاد الكلب؟ شكون هاد ولد الحرام هذا؟ الا ما ربيتش جد بابا الكلب ما غاديش نتسمى حسن السارجان. الصراحه ما فهمنا والو، ولكن الترنيط ديال هاد خونا رهبنا. نزلونا كاملين وقسمونا لصفوف. صباح الحال الخوت، لقينا راسنا دابا حنا في راس الجبل. من بعيد كيبان لينا الدخان خارج من واحد الدار صغيره. داك خونا اللي كان كيغوت بدا كينبح علينا تاني. شكون هو هاد ولد الحرام هذا؟ قولوا ليا ولا غادي نعاقبكم كاملين. خونا اللي كان كيقصدو هاد السارجان هذا واحد خونا سميتو مارسيل. هاد خونا هذا كان مغربي يهودي، كان هو الطالب الوحيد اليهودي بين هاد 94 طالب اللي كانت معاقبه. هاد خونا هذا كان ظريف الصراحه، تعتقل حيتاش كان كيوزع شي منشورات على فلسطين. خونا باينه غيكون ضربها بسلته، فين الله اعلم. وهاد السرجان هادا ما خلا فينا هاد النهار غالي ينسى. صبطنا مزيان بسبب هاد السلتة اللي ضربها دخونا. من بعد ما عرف باللي راه ما عندناش علاقة بالهروب ديالو، قال لي نطلعوا عاود تاني في الكاميونات. طلعنا في الكاميونات وشدينا الطريق لبلاصة أخرى. غير هو هاد البلاصة لا شدينا الطريق تقدر تكون البلاصة اللي غنمشيو ليها وما غنرجعوش هاي. كاميو غادي وحنا ما عارفينش فين غادي. عنوان طريقنا هو الطريق المجهول. ضربنا شي 8 سوايع مكانيات ديال الطريق حتى وصلونا لواحد المدرسه.
اه الخوت، واخيرا وصلنا للبلاصة الجديدة. اه رموم، المدرسة اللي نقلونا ليها كتكون ضباط وضباط الصف. هنا فكرنا باللي علاش حنا زعما غير مجندين وجابونا لهنا، وقيل الجيش كيفكر لنا لمستقبلنا. انا الى غني واحد خونا كان معنا قال لي وباينا مستقبل كيساينا. انتقلنا من عصر حجري واللي هو معسكر الحاجب، العصر حدث منه شوية واللي هو مدرس ارمومو العسكرية، ولكن المعاملة كانت باقا هي هي، خصنا نتدبو كيف ما كان كيقول ديما عقا. بدا واحد السيرجون كيفرقنا على الشنابر. الشنابر هنا كل شومبر فيه 4 ديال الناموسيات. المنظر من هنا الخوت كان زوين على الحاجب. من الساحة ديال المدرسة ارمومو كيبان ليك واحد الجبل اونفاس معاك. هاد الجبل هذا كان مغطي بالثلج، زيد عليها الغابة اللي تا هي حداك والجو اللي كان نقي. العشاء هنا ما كيجيبوهش ليك للشومبر كيف كنا في الحاجب، العشاء هنا كتمشي للفوي. هاد المصطلح ديال الفوي يعرفو غير العساكرية. هنا كتقصي في المطعم. الماكلة كانت مزيانة ولكن ما كافياش. الخبز كان باقي بحال ديال الحاجب، يبس من الحجر. الحمامات والطواليطات كانوا في القنت ديال الكولوار. صراحة هنا كانت كتبان الدعوة نقية. في جميع الأحوال هاد البلاصة قاع ما كتقارن بالبلاصة فين كنا في الحاجب. الغد ليه واللي هو تاني نهار لينا في مدرسة أهرمومو، مع الصبحية غيجمعنا الكوموندو عبابو في الساحة. بدا كيتمشى بيناتنا وكيتأكد من الحسانة واش مقرعين مزيان ولا لا. واحد اللحظة غيعطينا واحد لوردر في شكال، قال لينا غادي تمشيو دابا وغادي تخيطو قاع الجيوب ديال السراول الدري، خص الجيب ما يكونش عندك. هنا ما كنحطوش يدينا في الجيب. هنا في أهرمومو ما كندوروش وما كنتساراوش. هنا أهرمومو كلشي كيدار بالجرة، خطوة رياضية معلم. اللي غادي نشوفو كيتمشى غادي نعاقبو بسيمانة ديال الحبس، ونصحكم نصيحة، الحبس ديال هنا راه ما زوين شاي. هنا في أهرمومو راكم وصلتو لواحد النيفو طالع. هنا في أهرمومو كلشي طالع، التكوين العسكري والسبور وحتى العقوبات. هنا في أهرمومو ما تعولوش على الدفا. هنا في أهرمومو كنسميو قاع اللي كيخاف من البرد ماشي راجل. هنا في أهرمومو درجة الحرارة بعد المرات كتوصل لناقص الصفر. هنا في أهرمومو المنطط باش غتغطى وغيكونوا خفاف. هنا في أهرمومو الفياق مع 6 الصباح، السبور غيكون مع 6 وربع، 7 ونص كيكون الفطور، أما الخدمة فراه كتبدا مع 8 كيفما بغا يكون الجو. اللباس ديال السبور كيف ديما، شورت وشونداي وصنادل. شونداي الخوت هو واحد تريكو عسكري، التريكو هذا اللي كيكون خفيف، مصالح شاي للبرد. عبابو غيكمل لنا هضرتو غيقول لنا اللي لبس شي حاجة تحت الشونداي غادي يتعاقب. بغيت الشونداي يكون منو للحمكون، حذاري ثم حذاري من الغشاش، حيتاش غيكون عبابو هو سبابو في عذابو. خصكم تعرفو باللي حنا هنا عسكر ماشي زمر. ولاد بابا وماما غادي يتعذبو بزاف، ولكن ماشي مشكل حيتاش غنردوهم رجال. ولاد الفشوش انا ما كنحملهمش يضرو عدي هنا في المدرسة، انا مكلف نربيكم ونطلعكم رجال، نطلع من كل واحد منكم عسكري. عبابو غيقول لنا هاد الكلام وغادي يضماري في حالو. هنا غيجي واحد الكوموندو اخر اللي سميتو حمادي. هاد الكوموندو هذا حمادي كان هو اللي قبل عباب. كان هاد الكوموندو خطير في الفرنسي، شي اللي غيخلينا نتعجبو شنو كيدير هنايا. بحال هذا خصو يكون استاذ جامعي. الغد ليها الخوت مع 5 الصباح كنا مازال ما فطرنا شاي، غيديونا كاملين باش نتحبسو باش نعرفو كيف داير الحبس هنايا. يحبسونا في واحد البلاصه دايره كيف الكوري وكانت مقلاصيه، جدرانها كانت واكلاهم الرطوبه، ما فيها لا ناموسيات لا فراش، ما كاين غير السيمة. منوع لصقو بعضياتنا باش ما نسخنو شاي. كنت كنترعد وكنحاول نتحمل هاد النوع الجديد ديال العذاب. هاد اللحظة غنمشي نوقف في واحد القنيت وغادي نسند راسي على الحيط. الكور ديالي بدا كيحرقني من شدة البرد. هنا غادي نتفكر الخوت حاجة اللي كانت مشات لي من بالي واللي هي الصلاة. صراحة ما عرفت شاي علاش طاحت لي في بالي دابا، ولكن ملي كنعرض واحد الصورة للقرآن كنت حافظها ملي كنت صغير، كنت كتعاونني بزاف باش نتحمل هاد البرد. ملي كنت صغير الخوت كنت كنحفظ شي ايات من القران الكريم وانا ما عارفش المعاني ديالهم. عمرني فكرت بلي هاد الايات غيجي شي نهار وتعاونني في شي ظروف بحال هادي. ذاكرتي الخوت كانت دايره معايا المزيان، كانت افضل صديقه عندي، واخا مره كيصوت لها البرد في راسها وكتفكرني في شي حوايج كانوا خايبين وكيجرحوني. النهار كامل وحنا جالسين في هاد الكوري، السبعه د العشيه غادي يطلقوا سراحنا، 14 ساعة ديال الحبس بلا ما نديرو حتى شي ذنب. ولكن هذا ميساج من الكوموندو عبابو والكوموندو حمادي، كانوا باغينا نعرفو الحبس كيف داير باش نترودو. الكوموندو حمادي كان مشهور بالإنجازات الحربية ديالو في الحرب الهند الصينية،
تا هو بحالو بحال قرانو كان في الجيش الفرنسي في الخمسينات، كان كيعرف حقا. كيقولوا الناس باللي راه هاد الكوموندو حمادي راه حفيد اوفقير، هنا غنعرف باللي حتى الشر كيتورد منين داك الغصين من ديك الشجيره. بقيت شاد الصف باش ندوش اول مره من نهار جينا من الحاجب. الماء كان بيان كلاصي، اما الصابون ما كانش، كنا كندوشو بالتيد. ديك الماركه ديال التيد غادي نكرهها من ديك النهار. العشاء ديالنا اليوم كان مفاجاه، بلافيش لافا واللحم والخضره، وجبه كامله مكموله على حقها وطريقها. لكن هنا كيقول لي راسي اكريت، بما ان الماكله تحسنات فراه الخدمه غادي تكون حتى هي زايده نغزة. كانوا معايا في الشومبره الخوت ثلاثه ديال الدراري من المعاقبين بحالي زعما، واحد خونا من فاس والاخر من قنيطره. اما الدري الثالث فراه كان واحد خونا سكوتي وظريف. خونا هذا كان جاي من العروبيه سيدي قاسم. الدري هذا ما كانش طالب، كانت سميتو صلاح. غادي نلقاو عدو واحد الحاجه اللي كانت مهمه بزاف. لقينا عدو جايب معاه واحد الراديو ترانزيستور من نوع فيليبس، ما عرفت كي دار حتى دبر عليه، كي دار حتى خبا هاد المده كامله في الحاجب. خونا كان كيتصنت به الموسيقى وكينقصلو في الصوت، كنا ديما كنتمزكو معاه بالليل. انا كنت ديما مبرزطو على الاخبار، فضولي كان ديما كيبغي يعرف شنو واقع في الدنيا برا. صلاح كان كيخلي لي هاد الترانزيستور، في المقابل كنت كنكتب له البريات لعائلته. من بعد ما تعاشرنا مزيان انا وصلاح غادي نسولو شنو دار حتى جابوه لهنا باش يعاقبوه. قال لي واحد المره كنت سارح البهيمات اخويا، هنا غيتكبوا عليا الجندارم وغادي يعتقلوني بحجه انني كنت كنبيع الحواله بلا رخصه في العيد الكبير. صلاح كان فرحان من اللي كاين هنايا في الارمي، حيتاش كان كيقول باللي على الاقل هاد البلاصه احسن من البلاصه فاش كنت. صلاح خلى لي الراديو ودرتو في ودني وبديت كنقلب في الاذاعات ديال الاخبار. انا غنطيح على واحد الاذاعه صبليونيه كتهضر على واحد الفيلسوف فرنسي. هاد الفيلسوف هذا كان تعتقل في بوليفيا حيتاش كان صديق لجيفارا. هاد خونا هذا كان سميتو رييس دوبري. مشيت مع القصه ديالو ونساتني في قصتي. ملي سالات قصتهم بديت كندور من اذاعه لاذاعه الليل كامل وانا مع داك الراديو، حتى جاني النعاس وطفيتو وخبعتو تحت الوساده. ناري ويلقى وعدي هاد الراديو شي نهار، حق الرب تمشيت فيها شريتها في الكحل. عبابو اول توه ما غيلصق ليا هو كنتواصل مع الدزاير. غد ليها الخوت كيما غنفيقو غنبداو في الدروس على التدريب العسكري. كانوا كيقدموا لينا هاد الدروس مجموعه ديال الضباط اللي كانوا كيتقنوا الفرنسي. السكات كيكون في الصفوف ملي كيبداو يهضروا، كان الرعب كيتسركل بيناتنا بدون سبب. واحد السؤال كان كيطيح لي في بالي ديما، تالي نحنا غنبقاو في هاد الكوان مع هاد الناس شحال غادي خصنا ندوزو في هاد اهرمومو؟ هاد الضباط اللي كانوا كيقريونا تا هما كتحس بيهم خايفين ومرعوبين بحالنا. الكوموندون حمادي كان بحال الا تقول نسخاطب قلق اصل لعبابو، كان ما كيتعاتق شاي مع بنادم. كنا هنا كاملين خاضعين للديكتاتوريه ديالو، واخا ما كنشوفوه شاي بزاف لا هو لعبابو. المعاناة ديالنا هنا في اهرمومو غدا وكتزاد، انتقلنا من وحشيه بدائيه لوحشيه متطوره. كنا كنلقبو الكوموندو حمادي بيناتنا بالعريبي. واحد النهار غادي يجي عندنا هاد الكوموندو حمادي معصب طالع له الخز، هاد الشي حيتاش لقى الزاج ديال السرجم بدارو مهرس. الصراحه ما عرفناش اي شكون هرسو. خونا غايجي عندنا وغيبدا يغوت علينا، بدا كيقول لنا ما بغيتش اي نعرف شكون دار هاد الشي، ولكن خصكم نتوما توريو ليا، نتوما خصكم تحضيو بعضياتكم بسبب هاد التهاون ديالكم، حيتاش ما شفتوش اي شكون دار هاد الفعله غادي تعاقبوا كاملين بالعرض لمده 4 السوايع في السيمانه. خصكم تعرفوا انني كنت رحيم بكم ملي عطيتكم هاد النوع ديال العقوبه، حيتاش كاينين عقوبات اخرين كيساينوكم. بدينا كنشوفوا في بعضياتنا الخوت وكنقولوا شنو هو هاد الماركه ديال العذاب عاوتاني، شنو هو هاد العرض؟ في الليل غادي يجي عندنا واحد السرجان وغادي يقول لنا التعليمات الجديده. حتى مع 4 الصباح كلشي يكون لابس الشونداي وشورت قصير وصنادل. غتجمعوا كاملين في الساحه وفي الوضع ديال الانتباه، غتبقاو واقفين ما تململوا ما تحركوا. اللي تحرك ولا جلس غادي يتعاقب بواحد الطريقه عمرو شافها. هنا ملي مشى خونا بدينا كنهضروا بيناتنا بشويه، حيتاش ما تقدرش هنا تطيق في كلشي. هنا مقسمين الجروبات وكل جروب كتلقى فيه شكان، وما كنقولوش داكشي اللي كنفكروا فيه مباشره، كنوصلوا الفكره غير بالرموز غير بلي شيفر. في نهايه المطاف حنا كنا سياسيين، المقاومه والسريه هي جزء من لعبتنا. حنا دابا في فبراير الخوت شهر جوج، شي حاجه سميتها الدفا في ارمومو ما كايناش، درجه الحراره في الصباح كتكون نازله على الصفر. الوقيته المعلومه وصلت وخرجنا للساحه، البرد كيخرق لينا في اجسادنا، جيوب السروال فاش تخشي يديك وتدفيهم مخيطه،
اليدين تقلاصا وما بقيناش كنحسوا بهم. اما الودنين والنيف فراه بداو كيتكونوا عليهم صفائح جليديه. المشكل من هذا الشيء يكون غير يخليوك تتمشى ولا دير شي حركه. لا خصك تبقى واقف وجامد في بلاصتك. وهذا الشيء ما كناش مولفينه الصراحه. الحاج بالصراحه كان دافي شويه بعد على هاد اهرمهم. السرجانات اللي كانوا حاضيننا كانوا لابسين حوايج سخونه، كانوا كيجيو حتى الانفاس معانا كيبداو يهزوا الكارو ويتكيفوا ويشربوا قهوة سخان. وهذا الشيء كيكون قدام عينينا. فاش خصنا نفكروا مثلا من اللي كيجمد الجسم؟ والو والله لا قدرتي تفكر الا كاين البرد. كتقدرش تفكر، كتلقى راسك كتبدا غير ترعد بلا هواك. عقلك كيتقلاصا وكيقلاصي الافكار. اما الوقت فراه بلا ما ندوي عليه، حتى هو كيتقلاصا وكيبقى واقف في بلاصتو ما كيتمشاش. غادي يطيح فينا اول واحد وغادي يجيو عدو السرجانات وغيبداو يصرفقو فيه. بداو كيصرفقو فيه وكيعطيوه بالكروشيات حتى ناض بالهلا يطريه له. طاح واحد اخر وبداو عليه بنفس لوبيراسيون. هنا الخوت غطيح عليا واحد الفكرة، مثلا الا طحنا كاملين في مرة شنو غيقدروا يديروا؟ عقلي كان كيبخ ويداوي. واحد اللحظة قال لي هاك الريط ما كتمرقش. حيت شتي زعما السرجانات قلال، قلتي راه الا طحنا كاملين ما غيديروا والو، ما غاديش يقدو علينا. اجمع راسك هاك الريط ونسى هاد الفكرة، حيتاش الكوموندو حمادي ولا عبابو راه ما معاهم اللعب. الا طحتو كاملين يقدروا يجيبوا كاميو ويدوزوا عليكم به. هنا بديت كنفكر في الوالد. الوالد كان كيعرف واحد خونا جينيرال. قلت يا ريت كون غير مشى عدو وهضر معاه باش ينقلني من هنا ولا يشوفوا شنو يديروا. وفعلا غنعرف من بعد باللي الوالد مشى مسكين عداك الجينيرال ودوا معاه. هادشي غنعرفو من البريه اللي وصلاتني. كان عندنا حق اننا نصيفطو بريه وحده ونتلقاو لها بالميتل. وهاد الجواب ملي كيوصلك ما كتقراهش انت، كيقراو عليك السرجانات قدام الكوماندار. الوالد غيكتب لي بلي راه شاف داك الجينيرال ملي مشى عدو لقاه هيان، لقاه مريض وما قدرش يهضر معاه ولا غير في الموضوع. انا فهمت بلي المكتب والقدر مكتب لي باش نبقى هنا مع الخوت. وصلت 8 ديال الصباح وحنا نسمعوا واحد الغوتة بالجهد. راحة واخيرا الخوت ما بقيناش بالكم. بالكم الخوت واحد الحركة عسكرية واللي هي واحد البوزيسيون كتوقف فيها مخشب، وهي البوزيسيون اللي كنا واقفين بها دابا في هاد البرد. الحمد لله انتقى الصوت اللي قال راحة وعطانا واحد الشوية الراحة واخا غير نفسيا. تشتتنا من تما بشوية علينا بحال دوك الجرحى اللي كيكونوا في الحرب. كل واحد فينا كان كيقلب على الدفا، كيقلب على شي كوان يكون دافي واخا غير شوية. هنا غيجيبوا لينا الفطور واللي كان هو القهوة والخبز. شدت داك الطاس ديال القهوة ويديا كيرجفوا. اما العيا فراه بلا ما ندوي ليكم عليه. فهاد النهار هدا هرمنا كاملين. حاجه وحده اللي ملازماني هاد الايام واللي هي خطيبتي. ما عرفتش علاش كطيح لي في بالي بزاف هاد الايام. وجهها ما بقاش كيغيب لي عليها الغلوغي. بدات كدوز ليا مع الخوت وكنعاودو نفس الروتين. ولكن الحمد لله ان الحراره بدات كتطلع شويه، ومع مرور الايام غادي نولفو هاد النوع هذا العقاب. واحد الصبحيه غادي يجي عندنا الكوموندو باش يهضر معانا على ان شي احداث خطيره من المتوقع انها توقع. غادي ينتقل غانا وقال لنا خصكم تكونوا مستعدين، العدو راه ما كيعلم شاي، ولكن راه حنا كنساينو وواجدين، وراه قريب غيجي واحد الضابط من ضباط السامون وغيقول لكم غا شنو غيكون. اما دابا فهادوك اللي ما صبروش البرد وطاحوا فراه غادي يتعاقبوا بالاعمال الشاقه لمده شهر. يلا انصراف. هنا الخوت ما حيلتنا نفكروا العقاب اللي كيساينا، ما حيلتنا نفكروا شكون هو هاد العدو هذا اللي كيقصد هاد الكوموندو. بدينا كنفكروا بلي الصحافه كانت كتوصف الجزائر بالبلد الشقيق. الرؤساء ديال البلدان كيتبادلوا برقيات التهنئه في الاعياد الدينيه والوطنيه ديالهم. علاش كيخترعوا هاد الكلمه ديال العدو؟ هاد الشيء واقيلا غير باش يخدمونا. الحرب مع من غتكون؟ مع الجزائر. علاش غنمشي انا نقتل الجزائري ولا يجي هو يقتلني؟ انا مسلم وهو مسلم. كتبقى تفكر وكتشوف حتى كتعيا وكترمش. بدالت الوقت كدوز الخوت ووصل رمضان. ما عرفتش كيفاش غنستمروا في هذا رمضان هذا وغنتحملوه مع التدريبات والعقوبات المجانيه. باقي كنعقل على اول نهار في رمضان كنا في الراسا بلومو في الساحه ديال لابيل. مع وقفنا غادي يدخل علينا الكوموندو حمادي. بقينا واقفين شويه ويهضر لغاه واحد الدري منا. الدري هذا هو داك مارسي.
مارسيل اللي كان مغربي ولكن هو ما مسلم شاي، كان يهودي. مارسيل غيهضر مع الكوموندو وقال له مون كوموندو انا راه ماشي مسلم، انا راه ما كنصوم شاي رمضان، يعني خصكم تعطيوني الماكله ديالي. لغا الكوموندو وقال له شكون انت ذكرني بسميتك؟ قال له مارسي رقم التسجيل 10360. رد له الكوموندو قال له واش انت يهودي؟ قال له اه انا يهودي. قال له الكوموندو هذا الشيء اللي كان ناقص جدباب انا الكلب. رد له مارسي وقال له الخطا ماشي ديالو يا مون كوموندو، انا راه لقيت والدي يا يهود داك الشيء علاش وليت يهودي، واش غندير انا مواطن مغربي يهودي. رد له الكوموندو قال له دابا شنو غادي توريني انا اليهود من المغاربه والمسلمين منهم؟ راني عارف ما قلتلكش عطيني درس في التاريخ. صراحة هاد مارسي كان سكوتي، ولكن سبحان الله العظيم الكرش كتخلي بنادم يدير شي حوايج. اصلا كلشي دابا راه مقاتل غير على كرشو. مارسي تشجع وهضر مع الكوموندو حمادي، وهاد الجيست هذا ماشي اي واحد يقدر يديرو، لو كان شي واحد فينا حنا لاغاه يعلم الله شنو كان غيطرالو. ولكن مارسي ديك تيهوديت ديالو كانت كتحميه. كوموندو حمادي غيقول لمارسي صافي سكتنا راك غتاكل، ولكن ملي غتاكل خصك تمشي لشي بلاصه مخبعه، ما تاكل شاي قدام الناس اللي صايمين، ما نبغيش اي شي حد يشوفك وانت كتصرط. غيقول له مارسي شكرا وغادي يدور عندنا وغيشوف فينا بديك الضحكه ديال الانتصار. فهاد الصبحيه هادي ديال النهار الاول في رمضان غيفرقوا علينا لباسات جداد، تري جديد واللي كان هو تاني تري غنشدوه مع فرقوهم علينا. غيقولوا لنا سيروا دابا خيطوا الجيوب تحت ما نشوفوا عدو شي جيب. انا كنت كنخبي الاشعار اللي كنت كنكتب في دوك الجيوب قبل ما نخيطها، انا في اهر مومو ولينا خبراء في الخياطه، خصوصا انا كنت سبيسياليزي في هادشي، كنت دغيا كنخيط الجيب وكنتقنو الشي اللي غادي يخلي الدراري يبداو يجيبوا لي السراول ديال التري ديالهم باش نخيط ليهم الجيب. صلاح مول الترانزيستور وعدني باش غادي يخليه ليا هاد الليله. بدينا الخوت كندوزو ليام في اهرمهم، ليام اللي غادي تولي سيمانات والسيمانات اللي غادي تولي شهور. الصراحه ما كانش الوضع هنا كيختلف على الحجم، السربيس كان سربيس غير هو الماكله هنا كانت زايده نغزا شويه. كوموندون عبابو كان الصراحه قاسي علينا بزاف، كان ديكتاتور، ولكن الحاجه اللي كتخلينا صابرين هو انه ديكتاتور مع كلشي، ما كيعرفش هو الضباط ولا ضباط الصف ولا الجنود، كلشي عدو سواسيه. مازال حنا الجنود كيدير معانا شويه بالمزيان، راه خصكم تشوفوا شنو كيدير الضباط وضباط الصف، راه غير كيشوفوه كيبداو يترعدوا، عكس الكوموندو حمادي اللي كان كيدير باحترام ديال التراتبيه. عرفتوا الخوت كان عندي زهر، شنقول لكم ماشي الزهر وانما المكتب، كان مكتب لانني مع الناس اللي كانوا انقلابيين في الصخيرات، حيتاش غنسالي الخدمه العسكريه 3 شهور قبل. غنمشي معكم 10 يوليوز 1971، التاريخ هذا كان كيعني لي بزاف، كان كيعني لي بزاف حيتاش كنت كنقول الحمد لله يا ربي حيتاش نجيتيني من عباب، الحمد لله حيتاش ساليت الخدمه العسكريه في الاكسترا تايم. التاريخ هذا كنت فيه انا في الدار، الناس اللي كانوا في الانقلاب كاملهم كنعرفهم، لا التلاميذ لا الضباط لا ضباط الصف، حيتاش لانستريكسيون ديالنا دازت على يديهم. هاد النهار المشؤوم اللي كان مع الجوج ديال النهار غيدخل فيه عبابو من الجانب الشمالي ديال قصر الصخيرات، وخوه غيدخل من البوابه الجنوبيه. 1400 عسكري غادي يدخلوا للقصر الملكي. هاد القصر هذا اللي كان حدا البحر على بعد كيلومترات قليله من الرباط. هذاك النهار اللي كان عيد ميلاد ديال الملك الحسن الثاني، الصيف كان مصيف والجو مزموت. عبابو غيعطي لوردر باش السلاحات تقيامه في جوفه، عطى لوردر باللي اي واحد شافوه كيتحرك يتيريو فيه. مذباحة ومجزرة غتوقع تما بالاسلحة الرشاشة، الدمايات في لابيسين فوق الرملة فوق الغازون، فيما مشيتي كتلقى الدنيا حمارت بالدمايات. كيقولوا بلي الملك الحسن الثاني غادي يتخبع في واحد البلاصة بفضل شي جنود نيت كانوا جايين هما باش يديروا انقلاب، واخا هما راه ما كانوش عارفين جايين الانقلاب. كانت هادي الخوت هي محاولة انقلاب الصخيرات 1971 اللي ما خافية على حتى شي حد. محاولة انقلاب اللي كان العقل المدبر ديالها هو الجنرال المدبوح، والمنفذ هو ليوتنون كولونيل محمد عبابو. فهاد الوقت هذا كنت انا ديجا خرج من المعسكر بثلاث شهور كيف قلت لكم، اما راه كون بحالي بحال الناس غادي يرميني عبابو في ديك جهنم ديال الصخيرات اللي مشاو فيها بزاف ديال الناس ضحيه، شي مشى للحباسات شي تلاح في طازمان مارت.
داكشي علاش كنت كنقول لكم انا مرضي والديا، كان عندي الزهر وبزاف، كنت خايل راسي كون زدت مع بابو دوك الشهور. كرهت انا ضقت من الهيبه زعما مارت، ويعلم الله واش غادي يكتب لي نخرج منها ولا لا، يعلم الله واش غادي يكتب لي نكتب هذا الكتاب. تعاقد بالتجنيد الاجباري الخوت حيت شاركت في مظاهره سلميه، هادشي كامل على ود المطالبه بشويه ديال الديمقراطيه، وهادشي كان لمده تعويمات وشي شهور. هاد المده هادي كاملها اللي كنت فيها مجرد رقم تسجيل، رقمي اخوتي واللي كان هو 10366. نهار دخلت قلت بلي عمرني نخرج، ولكن الحمد لله كتب لي الله باش نخرج من تما باقل الاضرار. اخيرا كيف ما كنت كنحلم غادي نقدر باش نحب ونتحب ونسافر ونكتب ونشر كتب كتير، وهو باش نتشجع ونرجع لهاد الحكايه ونكتبها ونلقى الكلمات اللي يوصفوا لي ديطاي. هادشي راه خدا مني 50 عام، 50 عام الخوت عاد خرجت هاد الكتاب، الكتاب اللي سميتو العقاب. هاد العبد المذنب اللي كيلاغيكم سميتو الطاهر بن جلون. اللي بغى الكتاب الخوت راه سميتو العقاب. ما بغيتش نطول الخوت في القصه حيتاش التفاعل معاه كان ما هواش، ما كاينش لاش نطول فيها حيتاش بزاف ديال لي ديطاي حيدتهم، ما بغيتش نضرب تمارة فابور وصافي ما كاينلاش. حيتاش من العيب والعار انني نشوف مثلا قصه ديال مشيت مع مليونير ولا مشيت مع الزبل، قصه ضاربه ابار ليفي، كتلقى بنادم لايكات مفرقعين كومونتيرات غير مشتتين، هادشي اللي كيخلي الفيديو يتسيبورطا. كتشوف داكشي كتحشم كتقول شاد النيفو لاش وصلنا لهالدرجه، ولا التفاهه دايره حاله، موضوع خام جا الخوت وما كاين لاش ندوي فيه. ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد، عندي شويه ديال الناس على قد الحال كيتقاتلوا مساكن باش يسيبورطيو، كنشوفهم واحد واحد والله القسم. شكرا لكم بزاف اخوتي اللي كنشوفكم واحد بواحد، وكنشوف فيكم بانكم نتوما براسكم كيبقى فيكم الحال على السيبورت اللي ما كاينش. هذا خطابي لكم اخوتي لهاد الناس بالضبط، شوف واخا حنا قلال الحمد لله راه ما كاينش بحالنا. فنختم كلامي بالصلاه على النبي العدنان عليه الصلاه والسلام. هذا مكان الاشرام، تهلاو.